يحط الميك اب. هلا منى راح تمسح. وانتو جود مورنينج يا منى. اليوم منى عندها امتحان عربي وكمان راح تروح على وراح تروح على تمرين الدبكه اليوم عشان بكره احتفال. فعملت لها تفطر، هي ساندويش وهي اورنج جوس. صباح الخير يا منى. جود مورنينج. شو فيديو اليوم؟ Getting ready for my dabka show. احنا هلا رايحين على المدرسه. طبعا احنا اشترينا التذاكر اللي تبعت الدبكه. ومنى الها كم شهر يا منى الك بتتدربي دبكه؟ يعني من اول الترم يمكن؟ اول الترم إلا يعني فترة طويلة. هي كل يوم تروح على حصص الدبكة بالمدرسة، كان كل خميس. وقفنا عشان كان في إجازة العيد ورمضان، وقفوا. هلأ رجعوا يرجعوا يتدربوا. عندها تدريب بكرة، رح أخذها على مسرح أبو ظبي. رح أخذها على مسرح أبو ظبي لتتدرب. وجبنا لها ملابس الدبكة، لازم تشوفوها كتير حلوين. وجبنا لها شوز الدبكة وكل هاي الأشياء. فكتير متحمسين نوريكم الدبكة كيف منى راح تطبق والتدريبات وكل هاي الأشياء. فقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك. منى من المدرسة. منى كيف كان امتحانك العربي؟ سهل؟ شو هاي اللي بإيدك؟ وريني يا منى شو هاي؟ سيرتيفيكيت. واو منى اخذت 100 بالانجلش. ياي شطوره يا منى. هلا يا منى بتتغدي بسرعه علشان تروحي على تدريب الدبكه. اوكي. فهلا احنا بالطريق، منى راح تروح هلا بسرعه تاكل وتلبس شوز الدبكه علشان بكره الحفله. شو هاي؟ ماي رايتنج اللي عملته. اخذتي دازنت شو. طلنا على المسرح الوطني. هيو منى رح تعمل هون البروفا تبعتها. طبعا منى هلا لسه ما لبست. هذا شوز الدبكه. بكره رح تلبس اللبس، رح نوريكم كل شيء. فهذا هو المسرح الوطني. طبعا انا كثير جعبه انزلي منى اشوفك وانت بتتدربي. ليه؟ اي كان، بس ما في صفه، ما في باركينج. هاي منى، لاف يو. كان الدبكة شو؟ ما قلتي لنا. طبعا منى لها 3 ساعات بتتمرن الدبكة. وهلا يا حرام كثير جوعانة، اجينا على ماكدونالدز. يامي. شو هاي؟ قولي لنا شو هاي؟ أول مرة ماك أرابيا تشيكن. منى دائما بتطلب هابي ميل، تشيكن ناجتس. انتبهي انتبهي غلط. رح توقع. كيفها؟ يلا اكتبوا لنا بالتعليقات بنجربها. وان شاء الله بكره رح نروح على الصالون. منى رح تعمل اظافيرها، رح تعمل شعرها. وبعدين شو رح نعمل يا منى؟ رح توريكم ملابس الدبكه، رح نروح على الحفله. خليكم معنا، رح نوريكم منى شو رح تلبس، رح نوريكم تجهيزات الاحتفال وكل هاي الاشياء. فيلا هلا رح ياكلوا علي ومنى، بعدين نروح على البيت ويناموا. بكره نروح على الشو. روحي غيري. شو مالك؟ شي اكل. شوفوا كل هاي شوبينج لمنى. Half of them are for you كمان. كيدز. طبعا منى كثير بتحب الشوبينج. شو هذا يا منى؟ هدول اواعي الدبكة تبعوني؟ Yes, and this is the headband. واو. لازم اشوف. شوفوا منى شعرها ماي. فهلا رح نسشور شعر منى ونظبط لها اياه عشان تجهز حالها للدبكه. وبعدين شو هتعمل يا منى؟ هاخذها على الصالون تعمل اظافيرها لون. اي لون؟ ميك اب شوي عشان اتسشق. اوكي، فخليكم معنا تجهيزات الاحتفال. لا بنسشور شعر منى بهذا السشوار الجديد. سوري منى. شوفوا ما احلى شعر منى، سشورت لها اياه. واو.
خلصنا تشويرنا لمنى شعراتها. شو بدك ميك اب؟ هايلايتر. هايلايتر؟ من وين بتعرف الهايلايتر يا منى؟ اوكي شو كمان؟ ليبستيك. شوفوا شعراتها. كل شيء يا بنات رح نحط الفاونديشن هذا كتير مهم. فهلا منى قاعدة بتمسحه، حطت لها على وجهها شوية. هو فاتح عليه هذا لإلي لأنه أنا أفتح من منى. I'm too white. ما أنتوا شايفين بنحط الميك اب. هلا منى رح تمسح، وأنتوا فيكم طبعا بالإسفنجة. طبعا اللي هيقول منى صغيرة ليه بتحطي لها ميك اب؟ منى عندها شو اليوم وهتشوفوها وهي بالشو، فلازم تكون حاطة ميك اب. كل صحباتها رح يحطوا. فهي أول شيء عندنا الفاونديشن، رح نحط ليب بلاشر من ديور. فيلا خلينا نحط لمنى. منى افتحيه افتحيه شوي شوي. هذا البلاشر طبعا كلكم تعرفوا قد ايه حلو، كل الناس حبت. حكون باربي. واو ميك اب ارتست. كل البنات هيحبوا فقرة الميك اب. هذا شو يا منى؟ هايلايتر. فهلا رح نحط الهايلايتر. الهايلايتر وين؟ هيك سوري احنا ما بنقدر نفرجيكم تعرفوا. شو يا منى رح نحط؟ أعلن. بس ما بعرف احطه لإلي، ما بعرف احطه يا منى. منى عم تحكي مع هير فريند بحطوا ميك اب. هلا بنعمل الاي لاينر. حطينا المسكارا وحطينا. هلا منى بتحط الليب جلوس. واو منى يو لوك اميزنج. خيارنا الحمراء احلى هيك اللون الاحمر. شوفوا ما احلى واحد الدبكة. يلا هلا بتشوفوا منى هنروح على الصالون نعمل الاظافر. يس يلا. هلا منى رح تحط البرفيوم اللي جبتي لها اياه، وهيك رح ننزل بسرعه هتروح على الصالون علشان تعمل اظافيرها. يلا بسرعه تاخرنا. او شو هالجمال يا منى، شو هالاناقه هاي. واو هذا شوز الدبكه. فانا كثير متحمسه اشوف منى واشوف وجهها واشوف منى. بدنا نفرجيهم اللي على راسك. ديري هيك نفرجيهم. شوفي شو حطت على راسها كمان. شوفوا شي لوك سو بريتي. الصالون منى قاعده بتختار اللون. منى فرجيهم شو بدك. واو شو احلى. يلا اكتبوا لنا بالتعليقات لو انتم بمكان منى رح تختاروا هاي. هاي صاحبتها هيك عملت. منى بدها تعمل هاي او هاي. انا لو بدك رايي بدي هاي كمان. يا واو يا بس it will be nice. لا don't put pink it will be too much. هاي نوصلنا على الصالون اخترنا اللون وهلا رح نروح. my needs a short I can do. منى تعمل her nails. حط لمنى اللون. وخلصنا. منى وريهم يور نيلز. واو شوفوا بقى احلى منز نيلز. واعطونا كيك كمان. يلا هلا رايحين بسرعه لانه تاخرنا نجيب صاحبيت منى رح نوريكم اياها كمان ونروح على المسرح. فخليكم معنا. هاي كريستال. واو اي لاف يور اوت. شوفوا منى وكريستال لابسين نفس الليبس. يور ميك اب از سو نايس. لوك ات ماي. شفتي يا كريستال شفتي ما احلى ميك اب وعجبها. واو يو لوك اميزنج جيرلز. واو Can I see your nails? Oh, أشوف منى. Wow, amazing. Are you excited for the show? Bye guys. وهيني نزلت منى وصاحبتها. ونرجع احنا بنيجي على الإفطار. وهلا دخلنا على المسرح. واو دخلنا على المسرح. شوفوا قد ايه كبير. تيكتس.
يلا هلا راح يبدا الشو. هلا بلشوا الاولاد الاكبر. هلا البنات الصغار.
رجعنا وجوعنا كتير ومنى تاكل ماكدونالدز again. هذا الجريفي زكي. انا جبت البيف ترياكي بس I don't know what happened. اول مرة اجربه. Good morning يا منى. شو تعبانة من رقص مبارح ولسه عندي جيمناستكس وكمان مرة دبكي. أوه. شو رأيك بالشو مبارح؟ كتير حلو. انبسطتي؟ You had fun؟ أنا كتير عجبني. ويلا بدنا نستناكم أنتم كمان تكتبوا لنا شو رأيكم بالشو اللي منى عملته. ويلا بنحبكم كتير. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس. باي.